يا ابو طلال دقيقه بعد اذنك مولانا، هل صحيح ان الكعبه قبلة استقبال والمسجد الاقصى قبلة ارسال؟ ارسال ان يعني حتى بالاسراء والمعراج اسري بنبينا من القدس والكعبه تنزل عليها الملائكه. الله قل ما شاء الله. خلك سوي ملك اجداده وابائه. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه. اسرى من العباده الى ملك الاجداد، الانبياء كلهم كانوا هناك، ولذلك نقول مولده بمكه وهجرته بالطيبه وملكه بالشام. بس يعني عرج به من هناك لان اقرب مكان للسمع في الارض البيت الاقدس. ايوه هذا تفسيرك صح. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ما داد يا ابن حجازي ما داد، عملتها تفسيراتك نافس فيها الشعراوي يا راجل ما شاء الله عليك. امسكوا الخشب حجازي بدأ. سيد بدأ.